ايه اكبر صراع عشتيه مع نفسك؟ هو مش مع نفسي قوي يعني، هو بتبقى صراعات عايزه تحققي فيها افكار، يعني عايزه تلبسي فكره لمجتمع، وساعتها وانت صغيره بتبقي حاسه ان المجتمع ده صغير قوي، تقدري توصلي له كله وكل حاجه، تبقى الدنيا وردي. بس بعد ما بتكبري وبتبتدي تشوفي اصناف المجتمع وتنوعه والتغيير الكبير اللي فيه، بتبقي حاسه انك انت لا طبعا مش هتقدري تعملي ده، انت هتقدري تعملي ده في مجتمع معين، انا مش في كل المجتمع، ما فيش مجتمع خالي من الامراض النفسيه، لان مش كل حاجه بيعوزوها بيلاقوها، ومش كل حاجه بتتوفر لهم، فبيبقى في مشاكل بتاثر على نفسيتك غصب عنك يعني. فلا انا ما بحكمش على الاشخاص، كلنا فينا حته تعبانه مش بحكم عليها خالص، انما بحكم على ان افكار كان نفسي ادخلها، كان نفسي اقول لهم ان انا معايا شهاده وانا ما اشتغلتش بيها، انا اشتغلت رقاصه وفلسفه. وفلسفه كان ممكن اشتغل، وكان ممكن اعمله، وكان ممكن اروح ادرس في الجامعه، وكان ممكن اعمل حاجات كتير، بس انا فضلت ان انا اشتغل المهنه اللي بحبها، فضلت اعمل الحاجه اللي بحبها بالظبط. فكنت بحاول اعمل فكر، يمكن وصلت للناس ويمكن ما قدرتش اوصل للناس يعني، ويمكن لسه بحاول اوصل. فيعني مش فاكره صراع عشتيه مع نفسك وانت بتحاولي وانت لسه عندك طاقه المحاوله والرغبه في المحاوله وشايفه انك تقدري؟ انا كنت شايفه اني اقدر جدا وانا صغيره، كنت شايفه اني انا هغير الوطن العربي كله. انا هغير الكون، هتشوفه. هغير الكون كله، هتشوفه والواحد.